يا رب بستر. انا عارف مين الرومو ده ولسه جايب له حجاره جديده. ما المفروض قبل ما اتخانق في الواحد اسال على ابوه مين الاول، ده انا استاهل ضرب بالشفش. لا ده انا لازم اعرف بابا عشان ما يتفاجئش. بس هقول له ايه يا دي المصيبه؟ هقول له ان انا اتخانقت في ابن ظابط. يا انا اقول يا بابا عايز ايه؟ لا بص لي كده يا بابا، ده انت لازم تركز معايا. عايز ايه؟ ايه؟ انا مش عارف اجيبها لك ازاي. انا اتخانقت في واحد يا بابا. وايه اللي فيها؟ المهم ضربته ولا ضربك؟ ضربته. بس خلاص انا مش عايز منك غير كده. خلاص ايه يا بابا؟ خلاص ايه؟ يا ريته موتني. كنت موتك بعدين وما كنتش خليتك بيت في البيت. يا بابا ده ابن ظابط، ده ابن ظابط. ايه يعني؟ انت قلت ابن مين؟ ظابط. يا دي المصيبة، ما انت كده مش هتبقى في البيت برضه. قوم يلا، ولا ابن ولا عمك. البيت خرب، البيت خرب.